مرحب فيكم وحلقة جديدة من برنامج مستر ماسلز. راح نكمل مشوارنا اليوم مع الكابتن مازن سركيس ونعيش معاكم أجواء تمرين عضلة الأكتاف. طبعاً هذه العضلة مثل ما قلنا مكونة من مجموعة كبيرة من الألياف العضلية وأماكن كثيرة تحدد مكان الأكتاف، وأكيد في أكتاف خلفي وجانبي وأمامي. فاليوم راح نتعرف على التمرين اللي راح يعطينا الكابتن مازن بعد الفاصل. تابعونا على ما خلص تمريني وعيش الجو مع مازن سركيس. من بعد الفاصل مستمرين معاكم وبرنامج مستر ماسلز مع الكابتن مازن سركيس وعلي موسى، ونكمل معاكم مشوار تمارين عضلة الأكتاف المهمة جدا. هذه العضلة تعطي الجسم شكل جمالي فوق ما تتصورون، خاصة اللي يدورون الجسم الصح. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. يعطيك العافية. علي موسى جواك الله حبيبي. كابتن مازن، الكرة بملعبك وقول لي اليوم ايش عندنا؟ أنا الجهاز هذا أول مرة أشوفه. نعم. سالفته هذا؟ هذا طبعا رفرفة جانبي، واحد من الأجهزة يعني اللي طوى واصل جديد النادي، جهاز قوي وايد حتى من كثر ما تركيزه قوي ما تقدر تشيل أوزان فيه. الحين راح نوريكم شلون أداء هذا الجهاز. قبل لا نوريهم شلون، أبي أعرف شنو أهمية الأكتاف الجانبي. نعم. وين شكلها؟ بس تورينا مع الكابتن علي. طبعاً لو تلف علي شوية. طبعاً هو نفس ما تمرين الأكتاف في كذا زاوية. التمرين او الجهاز هذا يعني نتكلم عن هذه العضله اللي هني اللي مهمه من الزاويه هذه، من اهم تمارين حق الكتف اللي تظهر الكتف بشكل حلو. نعم. وانه يكون بارز نوعا ما. نعم. مع باقي العضلات. صحيح. عيال يلا نبدي. احط له وزن ولا ما احط له؟ اهم شيء بدون وزن يلا عشان يتعود على التمرين. يلا روح يا الوحش. ما شاء الله عليك. لهذا التمرين اغلب الناس تخطئ بالوقفه. لازم يكون واقف بشكل شويه مايل شويه لقدام. حلو. مايل لقدام. لقدام شويه. حلو. وانصح انه يكونون حاطين حزام. هذا الحزام يساعدك انه يمسك هذه المنطقه الوسطيه. حلو. اداء الحركه لازم يكون السرعه مو سريعه ولا بطيئه وايد. بطريقه التنفس منتظمه ديناميكيه. وطريقه التنفس تكون يعني سريعة، يكون وسط يعني وسط شهيق وزفير بطريقة مرتاحة. الراس قبل الراس. نعم. مدى الايد. نعم. لوين يوصل بالضبط؟ على مستوى الكتف ولا اعلى؟ تقريبا اعلى من الكتف بحوالي 5 او 10 سم. يعني يعلق على يسوي صح كذي. نعم صحيح. ممتاز. بعدين بشرح شغله، انه في ناس يسوون هالاداء خطا. خش المعلومه هذه. نعم. ناخذ فاصل، بعد الفاصل راح يشرح لكم كابتن مازن المعلومه اللي بيقولها، واكيد مهمه وايد. تابعونا. هناك الصلصات تنقسم قسمين، صلصات ملغومة وصلصات صحية. الصلصات الصحية اللي ما فيها سعرات حرارية وايد وما فيها صوديوم عالي وما فيها سكريات عالية، اللي هي الكاتشب، الماسترد، الباربيكيو، الليمون، الخل، الهاني ماسترد ما في مانع أيضا من استخدامه. هذه كلها أمور صحية ما في مانع من استخدامها حتى لو بكميات كبيرة، حتى حق الرياضيين اللي يبون ينشفون. اللي دقيق شوية ممكن يستخدم الكاتشب اللي مكتوب عليه less sugar، في شكر أقل. أصلاً الكاتشب فيه سكر قليل، بس اللي يبي بعد يقلل الشكر في موجود الأوبشن اللي هو أقل سكر. أما الصلصات اللي إحنا نخاف منها اللي هي الصلصات الكريمة الكريمية شوية اللي تيكم لونها برتقالي أو أبيض أو أصفر، اللي هي مثلاً الرانش، السيزر، الثاوزن آيلند، الشيبوتلي، هذولا ليكم ثقال. هذه القفشة الكبيرة الوحدة فيها من 100 إلى 120 سعرة حرارية، القفشة الوحدة. أما الكاتشب والماسترد والباربيكيو، القفشة الوحدة فيها من 25 إلى 35 سعرة حرارية. لذلك الحل بالصلصات الثقيلة أنكم تأخذون الصلصات اللايت، اللي بدال ما يكون القفشة الوحدة فيها 100 سعرة ففيها 50% من عدد السعرات، يعني 50 سعرة حرارية. أو ممكن إنه يأخذ الفات فري مرة واحدة اللي فيها 25 سعرة حرارية، بس ما أنصحكم بالفات فري لأن طعمها مو حلو، وأهم شيء إن الواحد يتلذذ ويتنطع بالأكل. موضوع الثاني بالنسبة حق الصلصات، مستوى الصوديوم
كمية الصوديوم. دائما احرص ان القفشة الواحدة تحتوي على اقل من 200 ملي جرام من الصوديوم اللي يحتاجه الانسان باليوم الواحد حتى لا تكون الصلصات ثقيلة جدا. مشوارنا معاكم مستمر من بعد الفاصل. نكمل مشوارنا وكان في معلومة جدا مهمة بيقولها الكابتن مازن سركيس. كابتن مازن نعم. شو المعلومة؟ المعلومة أن أداء الحركة هذه لما الشخص يسويها راح تتعب وايد. لازم ينتبه على شلون طريق يعني رأسه يكون اتجاه رأسه. لأنه بيصير فيه ضغط على يبدأ من الفقرات هنا. لازم يكون رأسه يكون مستوى سيدة ولا بميلان؟ سيدة بميلان يعني بميلان مع جسمه. يعني بالشكل هذا؟ نعم بهذه الطريقة الصحيحة. لا نازل رأسك وايد ولا راجع ورا وايد. إيه يعني يكون نوعاً ما مستقيم. نعم صحيح. حتى ما يصير في إصابة بالرقبة. صحيح. بالرقبة. الرقبة. الريول يكون مستوى الشتوف. نعم. يكون شوية بسيط نازل لتحت مثبت جسمك. يعني في ثانية بالرقبة شوية. بالضبط صحيح. حلو. على أساس يكون أنت حامي نفسك بالركبة وبالظهر وبالرقبة. الأشياء الغلط تشوف إن بعض اللاعبين يسوونها في التمرين هذا. نعم. سواء كان دامبل ولا الجهاز. أكثر شيء إنه يكونوا مايلين قدام. هم قاعد يشيلون وزن أكثر من اللي يقدر يشيلونه. يسوون هذه الحركة على أساس إنه تصعد الدامبل. الدامبل إيه؟ حتى بالجهاز هذا في ناس تشيل أوزان ثقيلة وتحاول إنه ترفع غصب الوزن لفوق. طبعا أداء الحركة خطأ. ممكن احتمال لإصابة كبيرة. أنصحكم إنه لا تزيدون أوزان. سووا الحركة مثل شنو الإصابة؟ هنعلمهم. ممكن إصابة بأسفل الظهر. إصابة بالرقبة. ديسك يعني؟ ديسك. ممكن إصابة بالرقبة. في وايد خطر على ديسك الرقبة. عذاب عذاب عذاب. أنصحكم بصراحة حاسك. وزن خفيف وتركيز أحسن من وزن ثقيل وحركة غلط. حلو. كم جولة غالباً بالجهاز هذا؟ طبعاً نفس ما قلنا أخوي علي 4 جولات على 12 تكرار نعطيه بهذه الحركة. بجرب التمرين وشوف إذا أنا غلط صح. طبعاً بشراف. معلش علي قابوق مهمتك في العملية هذه. حبيبي المسك بطريقة هذه. نعم. زين الوقفة كذي. تمام. ميران لقدام شوية. وراسك شوية لقدام. بس تمام. حلو. هاي الحركة ترفع لها المستوى هذا ممتاز. حلو. وتنزل بطيء. ما أنزل لما أريح وزن. لا. قبل آخر شيء بشوية تصعد. حلو. يعني لا تريح تحت تصعد. حلو. نعم. طريقة التنفس راسك خليه على طول سيدة. ما ايه. تنزل ولا تحرك راسك أبدا. ما أشوف الوزن ولا. لما تخلص أداء الحركة نفسها. إيه. قاعد أحس إن. يعني لاحظوا إن هذه لازم تكون مستقيمة. ظهرها كله مستقيم. ريولة مكشوسة من هنا يصير ثبات بهذه المنطقة. قاعد أحس إن العضلة الخاصة بالكف الجانبية الخلفية وأيضا الناحية هذه نعم. قاعد تتحرك بنفس الوقت. نعم. قاعد أحس التأثير حير مباشر على الجانبين. نعم. يعطيك العافية. العافية. ما قصرت. الحلقة الجاية نبي بعد تمرين ثاني ونبي بعض الأسرار اللي خاشها. أنا عندنا عندك كيس أسرار في وايد أمور خاشة عنا. عطنا إياها إن شاء الله. قواك الله. مشكور يا علي. راح نكون معاكم إن شاء الله باكر وحلقة جديدة من برنامج مستر مصر. تابعونا.